معقول يكون أبوهن للولاد؟ أنا رايحة أشوف. هالزلمة من التنظيم. ست أمينة، أنا ما بحب التقى مع هيك ناس أبداً. طيب ماشي، رح طالعك من الباب التاني. يلا. تفضل. أنت ابنه لفكرات؟ إيه ابنه. وين أمك؟ فوت لجوا. فكرة مانو هون، شو بدك؟ بعرف، ما رح يجي أبداً. العمر إلك يا أختي. فكرت رد علي فكرت. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاف شي بهالدنيا. الله يصبره. الله يقوي أول عمره. الله يرحمه. يا ريتني أنا ولا إلي على قلبي. الله يرحمه. حولي على أرض. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمه. قديش كان محبوب. الله يرحمه. حرق الدنيا قلبي. يا حرام، ما شاف شي من الدنيا. يا ابني، يا ريتني أنا، يا ريتني أنا، يا ريتني أنا، يا ريتني أنا، ولا أنت، ولا أنت يا حبيبي. الله يصبره ويعينه. خالي أنت أمه لمجد؟ إيه أنا أمه. خالي الله يعين مرته وولاده. الله يرحمه. بتعرفي أنا كنت جنبه لمجد وقت اللي كان عم ينازع. طولي بالك، أنا بعرف إنه صعب عليك كتير، بس أنا وعدته لمجد، قلت له رح لاقي أمك وخبرها بكل شيء قلت لي إياه بالتفصيل. يا تقبري قلبي، أنتي اللي اهتميتي بمجد مو هيك؟ بهالإيدين الحلوة مسكتي، يعني هي ريحته لمجد مو هيك يا بنتي؟ يلا حكيلي، بدي أعرف شو قال لك بالتفصيل. هو قال لي خلي أمي تسامحني وترضى علي، لأنه هو ما كان مرضي معك وعذبك كتير. الله يسامحك يا ابني دنيا وآخرة. يعني في أم بالعالم بتغضب على ابنها يا بنتي؟ كرمال البيت هاد وكرمال لقمة الخبز رحت وتركتني. كرمال المصاري متت يا قلبي. يلعن أبو المصاري وساعتها. مشان هالكم ليرة راح، هدول يلي بقيانين من ريحة الغالي تركتني مشانهم يا أمي. هلأ هدول شو بدهم ينفعوني؟ لك يلعن أبو الشغل وأبو المصاري. آه يا ابني، ما شاف ولا يوم حلو. آه يا حسرة، ما تهنى بحياته. نرمي. نرمين، نرمين، أنا خديجة أختك. شو ما عرفتيني؟ شو بدك؟ شو صاير بحالتك؟ ليش البارودة بإيدك لتكوني صرتي معهم؟ التهي بحالك، ما دخلك فيني.